السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كورس التوزيع الكهربي. وحلقة النهاردة هنتكلم عن الـ Small Power System Design، الجزء الأول منها اللي هو المبادئ. نستعرض كده النقطة الرئيسية اللي هتكون في المحاضرة، مقدمة الأول، وبعد كده هنتكلم عن تصنيف الأحمال الكهربية اللي بتبقى موجودة في المشروع. بعد كده هنبدأ نتكلم عن مكونات الـ Small Power System، وهنتكلم عن أنواع السوكتس والـ Weather Proof Sockets، وهنتكلم عن مبادئ التوزيع، او يعني المبادئ اللي بنختار بيها اماكن السوكتس، وهنتكلم عن الانواع الخاصه من السوكتس زي الفرنيتشر مونتد سوكتس، وهنتكلم برضو عن انواع التغذيه الكهربيه اللي بتستخدم مع السوكتس، وفي الاخر هنتكلم عن فلور بوكسز، وبعد كده هنتكلم عن بعض القواعد اللي هي بتاعت الوايرنج او السوكت وايرنج. نبدأ الاول بمقدمة السمول باور سيستم. ايه هو السمول باور سيستم؟ فالسمول باور سيستم ده هو السيستم اللي بيتعمل او بيتصمم من خلال او بواسطة مهندس التصميم الكهربي، بيعمله علشان من خلاله يوفر التغذيات يعني التغذيات الطاقة الكهربية للأبليانسز الموجودة في المشروع، اللي هي الأجهزة الكهربية يعني بمختلف أنواعها، وبرضو بيحط الأوتلتس للجنرال يوز، اللي هو يعني بيحط المخارج بتاعة الكهرباء للجنرال يوز علشان الأماكن اللي هي بيبقى فيها متوقع ان يبقى فيه أجهزة كهربائية في أماكن معينة، هو بيحط فيها السوكتس أو المخارج الكهرباء للحاجات المتوقع ان هي تبقى موجودة في الأماكن دي. هنتكلم دلوقتي عن أنواع الأحمال الكهربية اللي بتبقى موجودة في المشروع. ممكن ان احنا نصنف كل الانواع الكل الأحمال الكهربية اللي بتبقى موجودة في اي مشروع للانواع التالية. اول نوع او اول كاتيجوري في الأحمال هي اللايتنج، وطبعا الاضاءة احنا اتكلمنا عنها باستفاضة في الحلقات اللي فاتت. وتاني نوع من الأحمال هو الابليانسز، اللي هي الأجهزة الكهربية يعني اللي بتبقى موجودة في المشروع، وهي دي اللي هنتكلم عنها بنوع من التفصيل في المحاضرة دي، اللي هي السمول بار. يعني بيتعمل علشان السمول بار سيستم بيتصمم أصلا عشان يغذي أو يوفر تغذية الكهرباء للأبليانسز دي. وتالت نوع من الأحمال الكهربية أو تالت كاتيجوري هو احمال الاتش فاك، اللي هي احمال التهويه والتكييف. والنوع اللي بعد كده اللي هو الاليفيتورز والاسكليتورز، اللي هي المصاعد والسلالم الكهربيه. وبعد كده البلامينج والفاير فايتنج، اللي هي انظمه مكافحه الحريق. والنوع الاخير اللي هو السبيشال لودز، اللي هي الاحمال الخاصه اللي بتبقى موجوده في على حسب طبيعة استخدام المبنى. يعني مثلا غرف العمليات مثلا اللي بتبقى موجودة في المستشفيات، وحمامات السباحة مثلا في المجمعات الرياضية او كده، دي بتبقى تحت مسمى الأحمال الخاصة اللي هي بتبقى موجودة في مشروعات بعينها يعني. طيب ايه مكونات السمول باور سيستم؟ عادة السمول باور سيستم بيتكون من العناصر الأساسية دي، اللي هي السوكتس والفلور بوكسز والجانكشن بوكسز والإلكتريكال أوتليتس.
وفي السلايدز اللي جايه هنتكلم عن الاربع اليمنت دول بنوع من التفصيل. فاول حاجه هنبدا نتكلم على السوكتس، وهنبدا يعني السوكتس طبعا ليها انواع. فاول نوع من السوكتس هو السنجل سوكت، ده عاده بيبقى الرمز بتاعه في الرسومات يعني بتاعه التصميم في الكاد او الريفت وكده. وعموما استخدام السنجل سوكت بيكون في الجنرال يوز، اللي هو يعني ان انا لما باجي احط بعمل لما باجي اعمل نظام سمول بار سيستم مثلا في غرفة معينة وعايز احط مخارج كهرباء للجنرال يوز، بروح احط سنجل سوكت جنب الباب للجنرال يوز، وبعد كده بشوف ان امكن يعني لو كان معايا في رسمة المعماري اللي موجودة معايا للغرف في اماكن للفرنيتشر الموجود في الاوضة، بشوف فين مثلا اماكن التلفزيونات او الحاجات دي واروح احط جنبيها سنجل سوكت برضو. ولو مفيش بنشوف في طريقة معينة بنفرش بيها او بنحط اماكن السوكت علشان للجنرال يوز، علشان لو في اجهزة كهربية هتستخدم في المكان زي مثلا المكانس الكهربية او الاباجورات او الحاجات دي بنحط لها سوكتات. والنومينال كارنت المعتاد للسنجل سوكت هو 16 امبير، وفي في جداول الاحمال او في حسابات الاحمال بتتحط قيمة الحمل بتاع السنجل سوكت ب 160 واط. ودي الاشكال المختلفة للسنجل سوكت على حسب الستاندرد يعني اللي هو بيختلف من بلد للتانية، بس في النهاية كلهم سنجل سوكت. طيب الدوبلكس سوكت ده الرمز بتاعها، ودي الاشكال اللي هي بتاعتها في الحقيقة، اللي هي السوكت المزدوجة بتستخدم مع لما اكون يعني متوقع او شايف ان في مكان معين هيحتاج ان انا احط سنجل سوكت، اسف يعني السنجل سوكت مش هتكفيني، شايف ان انا هحتاج اكتر من مخرج كهرباء يعني لسبب ما، مثلا لو في جهازين كهربائيين موجودين جنب بعض او كده، او في مكان زي ريسبشن وهيبقى فيه كذا شخص موجودين من الوارد ان هم يحتاجوا مخارج كهرباء في نفس الوقت، فالحالات اللي زي كده بنحط فيها الدوبلكس سوكت. النومينال كارنت بتاع الدوبلكس سوكت 16 امبير، واللود بتاعها بيبقى 320 واط في حسابات الاحمال. الباور سوكت ده الرمز بتاعها، وهي في الحقيقة شكلها مشابه للسنجل سوكت، ودي بتستخدم مع الابليانسز او الاجهزة الكهربية اللي هي بتسحب تيار عالي اللي هو الهاي كارنت او هاي فاليو اوف كارنت، يعني زي الغلايات بتاعة المية اللي بتبقى موجودة في المطابخ، والغسالات او غسالات الملابس والاطباق والحاجات دي. ولو في غرفة مثلا متوقع ان يبقى فيها اعمال صيانة زي غرف الكهرباء مثلا، من الوارد ان حد يحتاج يخش يعمل صيانة ويركب جهاز لحام او مثلا شنيور او الحاجات دي، عشان كده في الغرف زي كده زي غرف الكهرباء بنحتاج ان احنا نحط باور سوكت فيها. النومينال كارنت بتاع الباور سوكت عادة بيبقى 20 امبير، واللود بتاعها في جداول الاحمال بيبقى 1 كيلو وات. وزي ما قلنا ان الشكل بتاعها مشابه للسنجل سوكت، هو الاختلاف في الكارنت اللي هي بتسحبه. الثري فيز سوكت ده الرمز بتاعها، وده شكلها في الحقيقة يعني طبعا بتتحط في الاماكن او الفراغات او الغرف المحددة او مطلوب ان يبقى فيها لودز محتاجة 3 فيز باور سبلاي يعني او 3 فيز سوكت،
زي مثلا في الورش، ان بيبقى فيه من الوارد ان يبقى فيه ماكينات او اجهزة محتاجة لموضوع 3 فيز، او ممكن في المعامل المختلفة بيبقى فيه برضو بعض الاجهزة المعملية كده اللي هي بتحتاج 3 فيز، وبرضو لبعض اعمال الصيانة. واللود او الكرنت بتاعها بيتم اختياره على حسب القيمة اللي بيحتاجها اللود اللي انت هتشغله، والحمل او اللود بتاعها في جداول الاحمال بيكون عادة 3 كيلو وات، او على حسب لو انت عندك الداتا بتاعت اللود اللي انت هتوصله يبقى هتحط اللود السوكت زي اللود اللي هيسحبه منك الجهاز نفسه. طيب بعد كده الويذر بروف سوكت، دي اللي هي السوكتس اللي هي مقاومة للظروف الظروف الجوية، وزي ما مبين كده من الصور ان دي سوكتس عادية بس هي ليها اي بي عالي بيتوفر من خلال ان بيبقى فيه غطا موجود على السوكت نفسها، ودي بنحتاج ان احنا نستخدمها في الويت ارياز زي المطابخ والتويلتس وفي الاماكن الاوت دور اللي هي مثلا لو على سطح او في واجهة بيت او في الاماكن اللي هي الخارجية بنبقى محتاجين ان احنا نستخدم السوكتات الويزر بروف. برضو في البامب رومز مثلا معرض ان يكون في مية موجودة او كده، وفي اللاندرز اللي هي المغاسل والكلام ده. في نوع خاص من السوكتس اللي هو الفرنيتشر ماونت سوكت، دي هي السوكت اللي بتبقى متثبتة اساسا او متركبة في القطع بتاعة الفرنيتشر، اللي هي زي مثلا الترابيزات بتاعة اعداد الطعام في المطابخ زي بالشكل ده، اللي هي لو عندك مطبخ كبير في مطعم او حتى في البيت ومحتاج ان انت تستخدم اجهزة كهربية فوق وانت شغال على الترابيزة دي، زي مثلا المضارب والخلاطات والكيتشن ماشين والحاجات دي، فهيبقى من العملي اكتر ان انت تركب السوكيتات على سطح الترابيزة نفسها عشان يسهل عليك الاستخدام الاجهزة دي. ونفس الكلام في المعامل، ان انت تقدر تركب السوكتس بتاعتك في الترابيزة نفسها لان انت تحط الاجهزة اساسا فوق الترابيزة. وفي عندنا برضو نوع اللي هو السيلينج ماونتد سوكت، ودي برضو بنستخدمها لما بيكون في عندنا اجهزة هتتعلق في مستوى السيلينج، زي مثلا المثال اللي في الصورة ده ان في جهاز بروجيكتور هيتعلق في السقف، فبيبقى برضو من العملي جدا ان انت تخلي السوكت بتاعتك متركبة في السيلينج علشان هي هتبقى كده جنب الجهاز بدل ما تضطر تاخد من مكان بعيد، وده هيبقى حاجة يعني مشوهة للمنظر. ونفس الكلام لو عندك كاميرات متعلقة مثلا في مستوى عالي بتحط جنبيها السوكتس في مستوى السيلينج. مبادئ بتاعة توزيع السوكتس بشكل عام بتعتمد على ان انت يكون معاك البلان اللي هو المسقط الافقي بتاع المعماري للمكان اللي انت هتحط له او هتعمل له تصميم السمول باور سيستم، ومن خلال دراسة البلان بتاع المعماري بتشوف اماكن الاليمنتس اللي انت محتاج تحط جنبيها سوكتس. يعني مثلا لو جيت تبص في المعماري بتاع المثال ده او الرسمة دي هتلاقي مثلا في هنا غرفة فيها لو في مثلا بتدور على الاجهزة، لو في مثلا تلفزيون هنا تحط جنبه سوكت، وفي هنا سرير على يمين وشماله مثلا هتحط سوكتس لاستخدام الاباجورات ومثلا شحن الموبايلات والكلام ده، وبعد كده عندك مطبخ بتشوف لو في اماكن اجهزة محطوط بتحط سوكتس جنبيها، لو مفيش بتوزع السوكتس بتاعتك بشكل افتراضي وبعدين
لما بحيث لما يجي يركبوا الأجهزة بتاعتهم أو يشغلوا الأجهزة يلاقوا سوكيتات مناسبة للاستخدام اللي هم عايزينه. نفس الكلام برضو مثلا بتدور على أي جهاز تاني متوضح، لو في غسالة مثلا، لو في تلاجة، أي حاجة بتحتاج كهرباء، لو مثلا في مكتب هنا بتحط جنبه سوكيتات برضو لاستخدام الكمبيوتر مثلا والأجهزة دي، وبتمشي بنفس المبدأ في الشقة كلها. لو عندك مثلا غرف بتحط جنب الباب زي ما قلنا سوكيتات للجنرال يوز، بحيث ان اي حد يبقى موجود في المكان يقدر يلاقي مخارج كهرباء للاستخدام بتاعه. وكمان لو افترضنا ان عندك غرف في المعماري فاضية من غير فرش الفرنيتشر بتاعها، بتقدر ان انت بشكل افتراضي توزع سوكيتات بمسافات 4 متر، يعني بتقيس من بتحط سوكت وبعدين تقيس منها 4 متر وتحط السوكت التانية وهكذا. ده في الغرف الفاضية. اما في الكوريدورز بتحط سوكيتات على مسافات من 10 ل 12 متر ما بين كل سوكت والتانية. طيب بالنسبة للتركيب، فالارتفاعات بتاعت السوكتس بتكون من 30 ل 40 سنتي من الـ finished floor level اللي هو الأرضية المتشطبة، لكن في الـ wet areas بيبقى الارتفاع 120 سنتي. وطبعا لا غنى عن الرجوع للكودز والستاندردز عشان تعرف التفاصيل أو المواصفات المطلوبة للسوكيتات على حسب المشروع او على حسب مكان المشروع اللي انت شغال فيه في انهي بلد ويتبع انهي كود. طيب بالنسبة للانواع التغذية الكهربية للسوكيتس، ففي 3 انواع للتغذيات الكهربية بتستخدم مع السوكيتس، يا اما نورمال، يا اما امرجنسي، يا اما يو بي اس. والنوع اللي انت بتختاره، يعني بتختار تغذية من الثلاثة دول لكل سوكت، بتحطها على حسب أهمية الجهاز اللي السوكت دي هتشغله وعلى حسب متطلبات الحمل نفسه. يعني انت لو عندك بتوزع مثلا سوكتات او مخارج كهربية علشان تغذي احمال مثلا زي الاي تي راكس او السي سي تي في سيستم والحاجات بتاعت الداتا والكاميرات، فعادة بيطلب ان الحاجات دي تتغذى من بمخارج يو بي اس. ومثلا لو عندك حاجات زي مهمة برضو زي التلاجات بتاعت البنوك الدم في المستشفيات والحاجات دي مثلا، او زي مثلا السمرسب والبامبز اللي بتبقى موجودة في النظام بتاع البلامينج دي، برضو الحاجات دي بتطلب ان هي تاخد تغذيات امرجنسي. فيبقى التغذيات دي بيتم اختيارها على حسب متطلبات الحمل واهميته. طيب بالنسبة للفلور بوكسز، الفلور بوكسز هي سوكيتات بس من اسمها ان هي بتتركب في الارضية بتاعت المكان، وبتستخدم في التطبيقات الخاصة اللي هي زي مثلا لو انت عندك ميتنج روم وفيها ترابيزة طويلة موجودة في منتصف الأوضة، هيبقى مش من العمل ان انت تستخدم في الحالة دي سوكيتات موجودة على الحوائط، لان كده انت عندك الأسلاك هتطلع تفضل تمشي في الأوضة من اول الحيطان لغاية نص الأوضة، وهيبقى المنظر هيبقى مش كويس، وهيبقى الاستخدام كمان للأجهزة مش عملي تماما. ونفس الكلام لو عندك مكاتب مثلا موجودة في أماكن معينة من الأوض، بيبقى من الأحسن برضو إنك تجيب التغذية الكهربية بتاعتها من الأرض، وده زي موجود في الصورة كده. وده المثال التاني اللي هو بتاع الميتنج روم، إن فيه ترابيزة في النص، ولو انا قدرت زي في الصورة هنا كده، لو قدرت اركب فلور بوكسز تحت الترابيزة دي هيبقى احسن
ان انا اخد الاسلاك بتاعتي من تحت تطلع على اللي فوق للاجهزة اللي انا هشغلها فوق الترابيزة دي. ده هيكون افضل بكتير من ان انا استخدم السوكيتات في الحيطة. طيب بالنسبة لتركيب الفلور بوكس فهي ليها انواع كتيرة. بتبقى عبارة عن غطا كده زي المنظر ده. الغطا لما بيتفتح بيظهر لك السوكيتات اللي موجودة جوه وعدد السوكيتات اللي موجودة جوه وتغذيتها. هل نورمال بس ولا في معاها يو بي اس وكده. ده كله بيبقى على حسب المتطلبات اللي انت عايزها وعلى اساسها بتشتري او بتطلب الفلور بوكسز بالمواصفات بالحجم وانواع التغذيات اللي انت محتاج تستخدمها عندك في التطبيق بتاعك. وعادة بيبقى الاي بي بتاع الفلور بوكسز عالي. طيب بالنسبة للجانكشن بوكس, الجانكشن بوكس ده بيكون من اسمه كده زي بوكس, بيكون جاي له اسلاك كهربية بتكون جاية طبعا من اللوحة الفرعية علشان في النهاية الاسلاك دي تتوصل مباشرة مع الحمل اللي هي هتغذيه. زي مثلا على سبيل المثال هنا في الصور دي الكاميرات الموجودة بيتعمل لها جانكشن بوكس, ولما الكاميرا تركب بتاخد الاسلاك من الجانكشن بوكس على الكاميرا على طول. والجانكشن بوكس دي ممكن تكون فلور ماونتد تتركب في الارض, ممكن في الحيطة وممكن في السقف. زي ما قلنا ان هي بتستخدم الجانكشن بوكس دي ممكن تستخدم مع الكاميرات وممكن مع الواي فاي اكسس بوينتس او الاحمال المشابهة اللي هي يعني الاجهزة اللي مش بتشتغل بفيشة, هي بتاخد توصيلات اسلاك مباشرة. يعني الالكتريكال اوتليتس دي بتكون مخارج كهرباء بيكون جاي فيها اسلاك علشان تغذي الحمل مباشرة, زي على سبيل المثال الهاند دراير بنيجي في التويلتس بنعمل لها مخرج كهربي علشان يتوصل معاه على طول الهاند دراير. من بعض قواعد الوايرنج المستخدمة, وطبعا ده لا يغني عن الرجوع للأكواد زي ما قلنا, بس من الحاجات الشائعة ان لما نعمل وايرنج لشوية سوكيتات علشان نعمل برانش سيركتس بنوصل من 6 ل 8 سوكيتس مع بعض على الدايرة, والفلور بوكسز بيكونوا لغاية 4 فلور بوكسز على الدايرة الواحدة, والباور سوكت او الثري فيز سوكت دايما بيكون واحد بس على الدايرة الكهربية. والجزئية دي خصوصا هنتكلم عنها ان شاء الله في المحاضرة الجاية اللي هي هنطبق فيها عملي على بلان معماري نعمل له الشغل السمول باور سيستم الخاص بي. وفي نهاية الحلقة نتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضرة دي, وهنستنى المشاركات بتاعتكم. لو في اي استفسارات تقدروا تبعتوها لنا على الكومنتات اليوتيوب او رسائل الفيسبوك. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.